خلينا نروح لموضوع اخر. صندوق تحيا مصر من التجارب المهمه اللي ليها شغل على الارض في معظم المشروعات والمبادرات اللي تخص الفئات الاولى بالرعايه، عشان كده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اول واحد تبرع للصندوق في بدايه انشائه في يوليو 2014. منذ 7 سنوات وتحديدا في يوليو عام 2014 قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبرعا لصندوق تحيا مصر، وفيا بوعده بالتبرع بنصف راتبه والتنازل عن نصف ما يملك لصالح الدولة ليدعم روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن في مرحلة حرجة كانت تمر بها البلاد، معلنا بداية ثورة تنمية شاملة ستشهدها مصر. وتوالت المشاركات في صندوق تحيا مصر عبر رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وقطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك القطاع المصرفي والهيئات القضائية وأعضاء البرلمان والمواطنين تلبية لدعوة الرئيس، كما شاركت المرأة المصرية في دعم الصندوق منذ تأسيسه، وفي مقدمتهن السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس. ومنذ ذلك التاريخ عمل صندوق تحيا مصر كمعاون لأجهزة الدولة عبر 6 محاور، هي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية ودعم التعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات، حتى تطور دوره ليصبح كيان يبادر وينفذ مشروعات ومبادرات هدفها دائما هو حياة كريمة للإنسان المصري. ويمثل الصندوق ترجمة لرؤية السيد الرئيس في وجود أداة معاونة للدولة تحمل الأمل للمصريين عبر حلول مرنة، وأيضاً المشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين. ولعل مساهمة الرئيس في بداية تأسيس الصندوق كانت ولا زالت لها بالغ الأثر في بث روح الثقة لدى كل المساهمين والمتبرعين في الصندوق وحسن إدارته للموارد المتاحة لديه. على مدار 7 سنوات باتت الشراكة الاستراتيجية التي يعقدها الصندوق مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص هي كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.